ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الاحد الموافق 15/10/2023. هتحس بالاستقرار في كل احوالك المهنيه. هتلاقي النهارده مسؤوليات جديده هتحتاج منك لاداء منظم وتركيز اكتر لغايه ما تنهي مهماتك المطلوبه منك على اكمل وجه. كل أمورك المادية هتبتدي تبقى كويسة جدا ولصالحك يا سرطان. حاول تتجنب بس المخاطرات الغير ضرورية. خليك دايما عملي معقول في استثماراتك وفي نفقاتك، وتفتكر ان كل قرش ليه قيمة عندك. خليك حريص على كل نفقاتك، في إمكانية لمصدر جديد للدخل. لازم تخلي عينيك مفتوحة لأي فرصة جديدة ممكن تجيلك. هتمر النهاردة بفترة عادية على المستوى العاطفي، هتبتدي تحس باعتياد لكل الأحوال اللي عندك، فخليك حريص علشان تجدد علاقتك مع حبيبك وشريك حياتك لغاية ما تقضوا على الروتين والملل اللي ابتدى يصيب علاقتكم. أحوالك الصحية بتبقى مستقرة جدا الحمد لله، بسبب انك دايما حريص انك تهتم بصحتك النفسية والجسدية. علشان كده استمر عشان تبتدي تحس بحيوية ونشاط طول الوقت. بالرغم من ان كل حاجة قدامك بتمشي بسلاسة، بيقف شيء او شخص ما النهاردة في طريقك، خليك حذر منه. لازم تبقى بتستخدم قوتك دي بحكمة، ما تسمحش لنفسك بانك تتعطل او تتحول بسبب كل ده.